تعالوا ندخل على الميكسد اكتنج سيمباثوميميتك اللي هو مين؟ اللي هو الافيدرين. طيب عايز اعرف ايه في الافيدرين؟ عايز اعرف الاكشن بتاعه بيعمل لي ايه والاستخداماته والسايد افكت. ما تقلقوش من الكلام اللي انتوا شايفينه ده، الكلام سهل ان شاء الله. الاكشن بتاع الادرينالين هو او الاكشن بتاع الافيدرين هو بتاع الايه، هو الادرينالين، هو الادرينالين. بس بزود حاجه بس في السي ان اس. بتزود ايه؟ بزود انه ستيمولانت على السي ان اس، بيعمل لي ستيموليشن لكذا مكان في البرين. ايه هما؟ تعالوا نشوف ايه بيعمل. اول حاجه زي ما انتم شايفين بيعمل ستيموليشن لحاجه اسمها السيريبرال كورتكس، وبيعمل ستيموليشن للميدالري سنتر والفازو موتور سنتر اللي مسؤول عن الفازو كونستريكشن والكيمو تريجر زون اللي اختصارها سي تي زد، ده مركز من مراكز الترجيع. واخر حاجه بيعمل لها ستيموليشن السباينال ريفلكس. يبقى بالله عليكم الاكشن بتاعت الافيدرين هي الاكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الادرينالين. بزود بس حاجات في السي ان اس. بزود ايه؟ انه بيعمل لي ستيموليشن على كذا مكان في البرين، سيريبرال كورتكس، فازو موتور سنتر، ميدالري سنتر، السي تي زد، والسباينال ريفلكس. ما تركزوش على الحته دي دلوقتي هشرحها لكم. طيب تعالوا بقى ندخل على السؤال المهم، استخدامات الافيدرين، اليوزز اوف افيدرين. بمنتهى البساطه بالله عليكم استخدامات الافيدرين من اسمه زائد 3 اي، من اسمه زائد ايه؟ زائد 3 اي. طيب هو اسمه ايه؟ اسمه افيدرين، اول حرف في اسمه اي، وايه هتفكرنا بالاستخدام اللي هو اي دروب، بستخدمه كقطره تعمل لي ايه؟ تعمل لي مترييزس. يبقى اول استخدام من اسمه يعمل لي مترييزس. طيب تاني حاجه في اسمه بي، وبي هتفكرنا بايه؟ هتفكرنا ان هو بستخدمه في البرونكيال ازمه. بستخدمه فين؟ في البرونكيال ازمه. وبي برضو هتفكرنا ان هو بري اناسيتيك، بستخدمه قبل العمليات عشان يمنع الهايبوتنشن. يمنع ليه؟ الهايبوتنشن. يبقى بالله عليكم سيبكم من الفهم بس دلوقتي، اللي اليوزس من اسمه اي يعني اي مدرياتيك، بستخدمه عشان يعمل مدرييزس، وبي حاجتين برونكيال ازمه وبري اناسيتيك ميديكيشن. طيب واتش يعني ما فيش اللي هي هارت بلوك، اتش يعني بستخدمه في حاله الهارت بلوك. طيب ودي دي انا بستخدمه دي كونجستنت، يعني مضاد للاحتقان. مضاد للاحتقان ليه؟ لانه بيعمل لي فازو كونستريكشن. بس في معلومه هنا، عندنا دواء مشتق منه اسمه السودو افيدرين. السودو افيدرين احسن من الافيدرين كدي كونجستنت. طيب ليه؟ لان ببساطه جدا في مشكله بيعملها الافيدرين، بيعمل لي حاجه اسمها الريباوند كونجيشن. بعد ما بيعمل لي دي كونجيشن بيروح يعمل لي كونجيشن تاني. السودو افيدرين بقى ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش العيب ده. انا قلت لك الاستخدامات من اسمه زائد 3 ايه. مين هما بقى التلاتة ايه؟ اول ايه معانا اناليبتيك. انا ايه اناليبتيك؟ يعني ايه اناليبتيك؟ اناليبتيك يعني حاجه بتعمل لي ستيموليشن، بستخدمه كاناليبتيك لو حد عنده ديبريشن في السي ان اس. يعني ايه اناليبتيك؟ يعني ستيموليشن. طيب تاني ايه معانا؟ بستخدمه كادجوفانت، وادجوفانت يعني دواء مساعد في علاج المايسينيا جريفز. يبقى بستخدمه كدواء مساعد في علاج المايسينيا جريفز. اخر ايه معانا اللي بستخدمه في علاج مرض اسمه الاي دي اتش دي، اختصار معناه اتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتيك ديس اوردر، اي دي اتش دي. طيب ليه بستخدمه بقى في المرض ده؟ عشان يروح يزود لي الدوبامين والنور ادرينالين. هما الناس اللي عندهم المرض ده بمنتهى البساطه في مشكله عندهم في التركيز، وبيحصل لهم تعب بسرعه او بيتعبوا بسرعه، فبديهم الافيدرين عشان يروح يزود لي الريليز وفي الافيدرين او في النور ادرينالين والدوبامين. يبقى الاستخدامات بالله عليكم بتاعته من اسمه زائد 3 اي، من اسمه زائد ايه؟ زائد 3 اي. طب السايد افكت انا قلت لكم بالله عليكم اهم حاجه نذاكرها الادرينالين. ليه؟ عشان لما اقول لك ايه هي السايد افكت بتاعت الافيدرين هتقول لي هي الادرينالين بس بزود ثلاث حاجات. يبقى السايد افكت بتاعت الافيدرين هي ايه؟ الادرينالين. بزود ثلاث حاجات. اول حاجه بزودها واللي بتيجي في الام سي كيو التاكيفلاكسس والتولرانس. طب يعني ايه تاكيفلاكسس؟ يعني الدواء ما عادش ليه افكت، كل ما اخده ما عادش بيعمل لي الاكشن اللي كان بيديهولي قبل كده. ده بسرعه. تاني حاجه بزودها في السايد افكت بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي حاجه اسمها يورين ريتينشن، خصوصا في الناس اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبر تروفي. حلو حلو. يبقى تالت حاجه معانا
اللي هي ايه؟ فوميتنج، بيعمل لي فوميتنج. يبقى بالله عليك والسايد افكت هي السايد افكت بتاعت الادرينالين زائد ثلاث حاجات، تاكيفلاكسيس تولرانس واليورين ريتنشن والايه والفوميتنج. واحنا خلاص حفظنا السايد افكت بتاعت الادرينالين اي بي سي دي اي اف يو والكلام ده كله. طيب ده بمنتهى البساطه الافيدرين. طيب تعالوا بقى ندخل على الاندايركت. قلنا بنقسمهم الى ادويه بتزود لي الريليز او بتقلل لي الري ابتيك. المهم عندي الدواء اللي اسمه الامفيتامين اللي هو قدامنا ده. طيب عايز اعرف ايه في الامفيتامين؟ عايز اعرف برضو الاكشن بتاعته واستخداماته والسايد افكت. الاكشن هي الاكشن بتاعت الافيدرين، هي الاكشن بتاع الدواء اللي قبله، بس بزود حاجه واحده بس، بزود انه بيقلل لي الابيتايت. بيقلل الايه؟ الابيتايت، ديكريز الابيتايت. يبقى بالله عليكم الاكشن بتاعت الامفيتامين عشان بس ما ندخلش في حوارات، هي الاكشن بتاعت الافيدرين، وقلنا الاكشن بتاعت الافيدرين هي الاكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الادرينالين، وبزود عليها السي ان اس اكشن. طيب بزود على الامفيتامين حاجه اسمها انه بقلل لي الابيتايت، بقلل لي الابيتايت وممكن يحصل منه ادكشن يعني ادمان. طيب ايه بقى استخدامات الامفيتامين؟ في منتهى البساطه ناو، ان اي او ناو يعني مرض اسمه النركوليبسي. ناركوليبسي، طب يعني ايه ناركوليبسي؟ الناركوليبسي يعني النوم طول اليوم، ناركوليبسي يعني النوم طول اليوم، ما بيعملش حاجه في يومه غير انه بينام، فبدي له امفيتامين. وايه يعني الاي دي اتش دي برضو، الناس اللي عندهم مشكله في التركيز بدي له امفيتامين. واو اوبستي، ليه بستخدمه في الاوبستي؟ عشان هو بيقلل الابيتايت او الشهيه. والسايد افكت زي الادرينالين برضو، بس بزود ادكشن اللي هو ادمان، وتولرانس وايه والهالوسينيشن اللي هو الهلوسه. ده بسرعه كده يا جماعه، مش هقدر اشرحه اسرع من كده، والله انا ما دخلت في تفاصيل خالص. تركزوا لي على الادرينالين استخداماته والسايد افكت بتاعته، وفهمتكم البلاد بريشر اللي هو السيستوليك والدايستوليك بنطلعه ازاي، تمام. والمثال على الميكسد اللي هو الافيدرين، الاكشن بتاعه واستخداماته والسايد افكت، ومثال على الاندايركت اللي هو بيزود الريليز الامفيتامين، قلت لك الاكشن بتاعه هو بتاع الافيدرين، وكذلك الاستخدامات والسايد افكت شرحناها.